الحمد لله، الحمد لله واسع الفضل والإحسان، الكريم المنان، العليم بما في الجنان وما تكنه الخواطر والأذهان. سبحانه وتعالى من إله، سبحانه وتعالى من إله غني سمت نعمته إلى كل حي، رحيم وسعت رحمته كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في أي مكان. أحمده حمداً يفوق العد والحسبان، وأشكره شكراً ننال به من مواهب الرضوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دائم الملك والسلطان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والجود والإحسان، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فمعاشر المسلمين، يحل علينا ضيف عزيز وزائر عظيم يظلنا كل عام، ضيف حق لنا أن نستبشر به وأن يهنئ بعضنا بعضا بقدومه، إنه شهر الخير وشهر القرآن، شهر رمضان. هذا الشهر كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدومه فيقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتمرد أو تغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها حرم خيرا كثيرا. أخرجه النسائي. هنيئا أيها المؤمنون لمن أدرك رمضان، وبشرى لمن بلغه الله رمضان. يقول ابن رجب رحمه الله: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ هو شهر افترض الله صيام نهاره وقيامه، واستحب قيام ليله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الكرام، إن بلوغ نعمة رمضان هي نعمة عظيمة وفضل ومنة من الله، حتى إن العبد ببلوغ رمضان وصيامه وقيامه يسبق الشهداء لله الذين لم يدركوا رمضان. ولذا أيها الكرام، من علم فضل هذا الشهر العظيم كان لزاماً عليه التخطيط الجيد لاستغلال واستثمار كل لحظة من رمضان، فإن من الكياسة والفطنة أن يسبق المرء موسم الطاعة والعبادة بشيء من التخطيط والإدارة والاستعداد. فعلماء الإدارة يؤكدون أن دقيقة تخطط فيها توفر 3 دقائق في التنفيذ. وما أحوجنا اليوم إلى أن نخطط لنحصل على وقت زائد في التنفيذ. وفائدة أخرى، أن للتخطيط مسألة أهم وأجل، وهي ثبات الأجر في حال من حان رحيله عن هذه الدار قبل حلول رمضان. العاقل من يخطط لبرنامج رمضاني يومي للأعمال الصالحة، فهو يخطط يومياً لقراءة شيء من القرآن الكريم، يخطط للجلوس في المسجد يومياً في وقت يحبه ويستطيع الجلوس فيه، يخطط للجلوس مع أهله، يخطط للصدقة والقيام والعمرة والاعتكاف والدعوة
وغيرها من الأعمال. أيها الكريم، إياك أن يدخل عليك هذا الشهر وأنت في شتات لم تخطط ولم تعزم على فعل أحب الأعمال الصالحة إلى الله، فتحرم كثيرا من الخيرات والبركات. إذا أردنا أن نرتب برنامجا عمليا لكل مسلم في رمضان، فإن من الحسن أن يقال إن من أولى الأعمال التي يستقبل بها رمضان أن نبادر إلى التوبة الصادقة المستوفية للشروط، وأكثر هذه الشروط لقبول التوبة هي في استغفار الرب جل وعلا. كل من ابتلي بمعصية طوال العام هي فرصتك، بل فرصتنا جميعا للإقلاع عنها والتوبة منها. كل معصية أحاطت بالعبد ووثقت قيوده عليه أن يبادر في التفكير والدعاء بأن يعجل الله عز وجل له التوبة منها. ومن البرامج العملية التي يستقبل بها شهر الخير أن يتعلم الواحد منا بعض أحكام فقه الصيام وآدابه، كالاعتكاف والصيام والعمرة وزكاة الفطر مما له علاقة بشهر الخير، شهر رمضان. ومن الواجبات العملية التي يستحسن استقبال شهر رمضان بها أن يعقد الإنسان العزيمة الصادقة والهمة العالية على استغلال كل لحظة من لحظات هذا الشهر. وقد قال ربنا: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. وتحري أفضل الأعمال وأعظمها أجرا. رابعا، استحضر أيها الكريم أن شهر رمضان شهر قصير كما وصفه الرب جل وعلا: أياما معدودات. فهو موسم فاضل لكنه سريع الرحيل. استحضر يا رعاك الله أن مشقة بل أن المشقة الناشئة عن العبادة والاجتهاد فيها سرعان ما تذهب بعد أيام، يبقى الأجر وشرح الصدر بإذن الله. أما المفرط فإن ساعات لهوه وغفلته تذهب سريعا ولكن تبقى تبعاتها وأوزارها. ومن الوسائل التي يستقبل بها هذا الشهر الكريم التخطيط والترتيب لبرنامج يومي للأعمال الصالحة، كقراءة القرآن والجلوس في المسجد وصلة الرحم وكثرة القيام والعمرة والاعتكاف وغيرها. فعلى العبد أن يبادر لاستغلال كل لحظة من لحظات هذا الشهر، وأن يعزم الأمر على استثمار لحظاته. وقد قال بعض السلف: لا يزال المرء بخير ما نوى الخير. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لنعلم أن أيام رمضان شأن سائر الأيام تمر سراعًا، بل ربما هي أسرع من غيرها، وهذا يتطلب عزيمةً صادقةً وهمةً عاليةً في ترتيب الأوقات واغتنام النفحات، وما أكثرها في هذا الشهر شهر البركات. ترتيب الوقت أيها المؤمنون، وأنا أركز على هذا المعنى، ترتيب الوقت في شهر رمضان هو من أهم المفاتيح لجن ثمرات شهر الخير، وذلك برصد أوقات محددة لكل عبادة. فعلى سبيل المثال، من أراد أن يختم فعليه أن يحدد وقتاً لقراءة القرآن أدبار الصلوات، 10 دقائق بعد كل صلاة
تمنح المرأة أن يختم في شهر رمضان، حيث أنه يقرأ يوميا جزءا واحدا فيختم في 30 يوما. فحدد وارصد أوقاتا لكل عبادة، بكر لكل صلاة، فإن لم تستطع فعلى الأقل فلا أقل من أن تبكر لصلاة العشاء، فتثمر ذلك أو يثمر ذلك قراءة شيء من القرآن والذكر والدعاء بين الأذان والإقامة، وقيام رمضان بصلاة التراويح. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احذر يا رعاك الله لصوص الوقت، وما أكثرهم في هذا الزمان، وعلى رأس هؤلاء اللصوص الرمضانيون وغير الرمضانيون شبكات التواصل الاجتماعي، قنوات التلفزة وشبكات التطبيقات الإلكترونية، بل وأحيانا رفقاء أو الرفقاء أو الأصدقاء أو بعض الأقارب الذين قد يسلبون منك أعز أوقاتك في شهر الخير. نعم، المرء بحاجة إلى أن يتواصل مع أقاربه وأصدقائه وأبنائه، لكن المؤمن في هذا الشهر عليه أن يرتب أولوياته بحيث أنه يوزع مهامه وأوقاته على أيام وساعات هذا الشهر العظيم. أيها المؤمنون، في الأسحار نفحات ورحمات حين التنزل الإلهي، عليكم بالدعاء والاستغفار، فرب دعوة يكتب لك بها الفوز الأبدي. عند الفطر دعوة لا ترد، فاستكثر من الدعوات الطيبات في شهر النفحات. إن من تسويل الشيطان للعبد أن يأتي إليه فيقول له: لم تعرف ربك طيلة شهر رمضان، أفتذهب إليه الآن؟ أفتلجأ إليه في هذا الشهر دون غيره؟ إذن أنت منافق، لا تستسلم لهذه الحيلة الإبليسية، فإن الشيطان يريد أن ينال من العبد في شهر الخير وفي غيره. فاستكثر من الطاعات وتقرب وتزود من النفحات، فإن لله جل وعلا في هذا الشهر الكريم ساعات لا ترد. يا مهموم، أيها المدين، أيها المريض، أيها المبتلى، يا من ابتليت بذنب وخطيئة قيدتك وأوثقتك، توجه إلى ربك واسأله الرحمة والعفو والرزق والعتق من النار، اسأله التوفيق والسعادة، بادر إلى تفطير الصائمين، احرص على ألا تفوتك ليلة من ليالي قيام هذا الشهر العظيم. إن من أعظم ما يتقرب به العبد في هذا الشهر العظيم الحرص على المكتوبات. جاء رجل إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات، أي الصلوات الخمس، وأديت الواجبات وتركت المحرمات، لاحظ لم يتطرق هنا إلى شيء من النوافل، بل تطرق إلى الواجبات والمكتوبات والبعد عن المحرمات، أفأدخل الجنة؟ فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال الرجل: والله لا أزيد عليها شيئا. فولى الرجل، فالتفت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فقال: أفلح إن صدق. ولذا فإن من تسويل الشيطان أن يشغل العبد بكثرة النوافل والتفريط في الواجبات. يتحسر إن فاتته صلاة التراويح، لكنه لا يتحسر إن فاتته صلاة الظهر والعصر في جماعة. يتحسر إن فاته تفطير الصائمين، لكنه لا يتحسر إن وقع نظره على صورة أو مشهد أو فيلم مما يغضب الرب جل وعلا. فليعرف المؤمن أولوياته وليركز على واجباته وترك ما يغضب الله ويسخطه جل وعلا. الله تعالى أسأل أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وادحر الطغاة والملاحدة والمجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واغفر لموتانا، واشف مرضانا،
اللهم فرج هم المستضعفين من المسلمين في فلسطين وسوريا واليمن والعراق وفي أركان وبورما وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين. احفظ جنودنا واحم حدودنا وانصر جنودنا، اخلفهم في أهلهم وأموالهم وأولادهم بخير يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على صالح الصلاة والقيام. اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اغفر لموتانا، اغفر لوالدينا، اغفر لأحبابنا وأقاربنا ولسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم أهل علينا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعله شهر انتصارات وعز للإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا فيه على أنفسنا الأمارة بالسوء. اللهم اجعلنا ارزقنا فيه يا ربنا سعادة لا تحول ولا تزول برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.